نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا للنهاردة. وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال امبارح تصريحات مهمة حول تهدئة الأوضاع في العراق، وقال سيادته أقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف واللي أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة في العراق الشقيق. وأضاف سيادته أتمنى أن يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها لتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف عمرو عادل علي حسني بالقيام باعمال رئيس هيئه الرقابه الاداريه، واصدر سيادته قرار بتعيين اللواء حسن عبد الشافي رئيس هيئه الرقابه الاداريه السابق مستشارا برئاسه الجمهوريه. كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح كلاوديو دوسكالسي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول وعدد من المسؤولين في هذه الشركة. وخلال اللقاء تم استعراض نشاط الشركة الإيطالية الحالي والمستقبلي في مصر في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول، وكمان التعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة. وجه سيادة الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركة إيني الإيطالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول وعددا من مسؤولي الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الإيطالية الحالي والمستقبلي في مصر في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول والتعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك ترسيخا لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بمختلف أنواعها. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركة إيني الإيطالية معربا سيادته عن التقدير للشراكة القائمة مع الشركة وما تنفذه من أنشطة متعددة، معربا سيادته عن التطلع لمواصلة الشركة لنشاطها في مجال البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة. من جانبه أعرب رئيس شركة إيني عن تشرفه بلقاء الرئيس واعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر والاكتشافات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأعوام الماضية تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل السيد الرئيس، مما كان له بالغ الأثر في سرعة نجاح الشركة في إنتاج الغاز الطبيعي المصري، مما جعل مصر حالياً من الدول الإقليمية الرئيسية في قطاع إنتاج الطاقة في وقت يشهد العالم أزمة طاحنة في هذا المجال. واستعرض الوزير طارق الملا تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية، خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر من حقل ظهر، وكذا لتصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو ودمياط، اللتين تعملان بكامل كفاءتهما حاليا، وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح له مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط في إطار رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة. كما استعرض كذلك رئيس شركة إيني المخطط المتكامل للتعاون مع مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية بإقامة مجموعة من المشروعات المشتركة تهدف إلى إنتاج حوالي 10 جيجاوات من الكهرباء خلال السنوات القادمة، وذلك بالتكامل مع استراتيجية مصر للتحول الأخضر وزيادة نسبة مزيج الطاقة المتجددة. كمان امبارح كان في عدد من الموضوعات المهمة أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع مسؤولي شركة ستيلا نتس العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات، واستعرض الدراسات الخاصة بتوسيع أنشطة الشركة في مصر خلال الفترة اللي جاية. كمان كان في لقاء للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بقيادة قوات الدفاع الجوي، وأيضا استقبال الكلية الحربية لوفد من الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية. تعالوا نتابع تفاصيل في هذا التقرير.
في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع مسؤولي شركة ستيلانتس العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات. تم في الاجتماع استعراض الدراسات الخاصة بتوسع الأنشطة الصناعية للشركة في مصر خلال المرحلة اللي جاية، وقال رئيس الوزراء إن مصر قدرت في السنين الأخيرة إنها تاخد خطوات تنموية كبيرة في فترة قياسية، وده بيعكس مدى سرعة إنجاز المشروعات في مصر. كمان امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي تم تداولها بخصوص تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية أو قطع الأشجار النادرة بها. المركز تواصل مع محافظة الإسكندرية اللي قالت إن الكلام ده مش حقيقي، وإن حديقة أنطونيادس هي واحدة من أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية اللي لا يمكن المساس بها، وأكدت المحافظة إنه في خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على كل محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة، والتطوير ده هدفه إعادة الطابع التراثي للحديقة علشان تبقى مركز ترفيهي وحضاري بالمحافظة. برضو امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك بيان حول لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بقيادة قوات الدفاع الجوي، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري. وده كان بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك إن الكلية الحربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة نظمت زيارة لوفد من المشاركين في فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية من مختلف كليات وأقسام الإعلام، بواقع 36 جامعة حكومية وخاصة ودولية وأهلية وأكاديمية ومعهد. وخلال الزيارة شاهد الوفد مجموعة من طلبة الكلية الحربية بيقدموا عرض للياقة البدنية داخل ميادين اللياقة المطورة وميادين تطعيم المعركة، وعكست مدى ما اكتسبوا الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية. نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات النهاردة ومجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات. أبرز هذه الأخبار مشروعات توسعة الطرق وإنشاء محاور جديدة في كفر الشيخ لتسهيل حركة الناس، وافتتاح المرحلة الثانية لمحطة مياه الترمسة في إنا، وتخريج 100 متعافي جديد من الإدمان بمركز العزيمة في مطروح، وأخبار تانية نعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث كتيرة امبارح، البداية من كفر الشيخ اللي بيتم فيها دلوقتي أعمال لمشروعات توسيع الطرق وإنشاء محاور جديدة، وده للقضاء على التكدس المروري والزحام بشرق وغرب العاصمة وضمن خطة التطوير اللي بتشهدها مدن المحافظة. في الوادي الجديد تم الإعلان عن فتح باب التقدم لمسابقة ملكة جمال التمور، وده استعداداً للملتقى التسويقي الثاني للتمور المصرية اللي هيقام خلال شهر أكتوبر اللي جاي. شروط التقديم للمسابقة أن تكون المتسابقة من أبناء المحافظة ويكون عمرها من 6 ل 12 سنة، وبيشترط موافقة الوالدين. وكمان يجب على الأطفال المشاركين أنه يكون عندهم مواهب فنية في الغناء والشعر والموسيقى أو ممارسة الأنشطة الرياضية. في مطروح تم تخريج 100 متعافي جديد من الإدمان بمركز العزيمة، وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدور الكبير لمركز العزيمة والتأهيل اللي بيقدم خدمات علاجية، وبيقدم كمان إضافة حقيقية في محافظة مطروح. وفقنا تم افتتاح المرحلة الثانية لمحطة مياه الترمسة النقالي بمركز قنا، وتم رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة من 50 لتر كل ثانية ل 75 لتر في الثانية بتكلفة 8 مليون جنيه لخدمة أكثر من 30 ألف مواطن. في البحيرة المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة قال إنه تم توفير كل المبيدات بالجمعيات الزراعية، وفي حالة اكتشاف أي إصابات في الحقول بيتم التعامل معها فوراً. في أسوان استقبل المحافظ اللواء أشرف عطية نيافة الأنبا بشوي أسقف أسوان ونواحيها ووفد قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، وقدم نيافة الأنبا بشوي شكره لمحافظ أسوان على دعمه في الترخيص لإنشاء كنيسة حي الصداقة الجديدة واللي هتخدم 1500 أسرة مسيحية لأداء الصلوات والشعائر الدينية.
في جنوب سيناء استقبل المحافظ اللواء خالد فودة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وده في إطار استكمال خطة التحول الرقمي بالمحافظة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات اللي بيتم تقديمها للمواطنين، ده غير دعم جهود الدولة في استضافة مصر للمؤتمر الدولي للمناخ كوب 27. كمان امبارح أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالي رئيس جامعة سوهاج إنه تم إصدار العدد الأول من المجلة العلمية لكلية التمريض، وده بعد موافقة مجلس الجامعة وإقرارها من المجلس الأعلى للجامعات. في الإسكندرية وقعت شركة المياه بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة لتوفير عدد من أجهزة هاند هيلد المتطورة واللي بتتيح خدمات التحصيل والتقسيط للعملاء، ده بالإضافة لتسجيل القراءات للمشتركين وشحن رصيد للعدادات المسبقة الدفع. في الدقهلية فازت كلية علوم جامعة المنصورة بمشروع بحثي ضمن مبادرة البحث والابتكار في أوروبا وإفريقيا للطاقة المتجددة. البحث عنوانه تكامل طبقات التحويل الضوئية باستخدام مواد ذات بنية نانوية ضوئية لتحسين قدرة الخلايا الشمسية على تجميع أشعة الشمس.